إذا الآن بدنا set of equations for V. الست of equations في J سهلة مش هيك؟ إحنا عارفين إذا بدنا نكتبها نكتب J ونخلص منها ها. J of T بتساوي في عندي من T 0 ل 1 من T 1 ل 24 مش هيك؟ هاي seconds طبعا من T طبعا لازم أنت حتى تكون دقيق إيش لازم نعمل؟ لازم في مكان ما تحط 24 بعدين من 24 راح اسحبها سحبة واحدة ل 26 ما راح اوقف ل 25 راح ناخذ هاي هون 26 سكند سكند وبعدين من 26 راح اضل رايح ل 49 اظن وبعدين من 49 ل 50 سكند اوكي قديش قيم جي بالمناطق هاي بالمنطقة هاي قديش جي هون 1 هون 0 هون 1 ناقص 1 هون 0 هون زائد 1 بعدين بدنا ناخذ الان كمان A A سهله كمان معادلاتها خلينا نشيل هاي كمان راح ناخذ نفس الشيء T من 0 ل 1 T من 1 ل 24 T من 24 إلى 26 وتي من 26 إلى 49 وتي من 49 إلى 50 عندي هلا A هون راح تكون هذه بس عبارة عن JT مضبوط فهي راح تكون T يعني بعدين راح تضلها لا انتبه الـ A راح تضلها على 1 هون لحد ما توصل للمرحلة هاي هلا هون في طريقة سهلة إذا بدك تاخذ معادلة خط أنا دائما بحب أستعملها اللي هي y minus y naught بتساوي سلوب في x سلوب اللي هو k في x minus x naught هاي فإذا عرفت نقطة والسلوب شو بتطلع المعادلة؟ نعم لازم يسأل كم الجرك في الاكسلريشن علي صوتك مش لازم يسأل كم الجرك في الاكسلريشن مضبوط صحيح ليش الثانية 1 ما هو انت لما كاملت الواحد ايش اعطاك؟ اعطاك تي مضبوط؟ هلا لما تيجي عند المنطقة هاي التكامل مش بتجمع له الانيشال فاليو في عندك انيشال فاليو يعني التكامل اذا نكون دقيقين بده يكون تكامل من مكان لمكان بلس تي نوت او اكس نوت فبدك تاخذ انيشال فاليو الانيشال فاليو كان هون 1 فراح يضل 1 يعني هون لما بكامل الزيرو ما راح يرفع ولا ينزل بس ما راح يشيل الانيشال فاليو فراح يضل هذا الانيشال فاليو تبعه اللي وصله هون اللي هو A of 1 يعني هاي اذا بدك كانها A of 1 زائد تكامل التكامل زيرو فهي A of 1 اللي هي 1 طيب اذا بعدين عندنا هون هلا رح نحط حطينا A 1 هلا بدنا نحط معادله هذا الخط احنا بنعرف مثلا انه هذا الخط بمر فيه خلينا ناخذ هاي النقطه فرضا هاي النقطه 1 و23 24 اذا هو بمر في 24 و1 مضبوط اذا اخذنا محل Y رح نحط 1 Y نوت رح نحط 1 محل X نوت رح نحط 24 وانا عارف انه السلوب ناقص 1 مضبوط فبصير عندي Y بيساوي ماينس اكس هلا ماينس 1 بيجي على الجهه هاي بصير بلس 1 بلس 25 تاكد انه مضبوط هيك تاكد منه نجرب نقطه ثانيه مثلا اذا عوضت هون 24 مضبوط هاي كانت 25 نعوض محل الاكس 25 بصير 25 ناقص 24 يعني 25 زائد 25 بتعطيني واي 0 مضبوط فهي المعادله صحيحه طبعا هذه المفروض انا احط هون محل الاكس ايش تي محل الواي اي اوف تي اذا هون عندي اي اوف تي بتساوي 25 ماينس تي بعدين عندي راح اكمل هون على ماينس 1 خلال الفتره هاي مضبوط واخر شيء راح يصير عندي هلا هون خط مستقيم هذا هون بمر في 50 و0 اذا بصير عندي واي ماينس واي نوت بتساوي هلا كي راح تكون بوزيتيف اللي هي 1 اكس ماينس اكس نوت واكس نوت بالحاله هاي هذا 50 وهذا 0 فبتصير y بتساوي x minus 50 ولما x تكون 50 بصير 50 minus 50 بصير 0 فهي بتصير t minus 50 مضبوط هيك؟ هدول لو بدي ابرمج لو بدي اكمل البرمجه واحطها بحط بستعمل هدول المعادلات اللي موجودين ايش ضل هلا اللي بيهمني حتى ابنيه؟ v of t هلا في اوف تي انا لما باجي عندي بارابولا بفترض نفس الشيء بفترض انه راس البارابولا هو واي ماينس واي نوت واكس ماينس اكس نوت اه بنفس الطريقه فكانه عمالنا بنقول انه
واي بتساوي معامل معين سي في اكس ماينس اكس نوت تربيع واي ماينس واي نوت تربيع. مظبوط؟ هاي كأني بقول حالة عامة لبارابولا، الرأس تبع البارابولا هو واي نوت اكس نوت واي نوت، مظبوط؟ ورافعها من هون مربعها لهي القيمة، وهذا بيكون إذا في عندي معامل لإكس سكوير أو بيكون هذا بلس 1 وماينس 1. إذا البارابولا طالعة لفوق شو بتكون سي؟ بوزيتيف. وإذا كان البارابولا نازلة تحت شو بتكون سي؟ ماينس 1. هاي أنا لقيتها أسهل طريقة، أسرع طريقة إنك تبني فيها الهاي. عندي في أوف تي في تربيع لا ولا بتصير تتحول بتحول لشيء ثاني واي عماله بتساوي اكس سكوير هلا احنا بحالاتنا هون راح تكون سي يا اما بلس 1 يا اما ماينس 1 لانه المعامل هون راح يكون هو جي. خلينا ناخذ هلا هاي البارابولا، هاي البارابولا شو قلنا احنا معادلتها كانت هاف تي سكوير، احنا عارفينها من الاصل عارفينها مزبوط. اذا عندي تي اقل من او تساوي 1 واكبر من 0 راح تكون هذه هاف تي سكوير. كمل البقية، بصير عندي تي أكبر من أو تساوي 1 أقل من أو تساوي 24، تي أكبر من أو تساوي 24 أقل من أو تساوي 26 سكند، تي أكبر من أو تساوي 26 إلى 49 سكند، وتي أكبر من أو تساوي 49 وأقل من 50 سكند. ناخذ هلا هدول المعادلات، هلا نطلع على هاي المعادلة، هاي المعادلة احنا عارفين انها راح تكون واي نوت واي ماينس واي نوت بتساوي 1 في اكس ماينس اكس نوت، لأنه السلوب احنا عارفينه انه 1، فعندي واي ماينس ايش النقطة اللي بمر فيها؟ بمر في 1.5 مش هيك؟ فبتصير واي ماينس نص بتساوي اكس ماينس 1، مضبوط؟ مضروبة في 1 من هون، فبتصير واي بتساوي اكس ماينس 1، بيجيها بلس بتصير ناقص نص، فمحل اكس بحط تي تصير هذه هون تي ماينس 0.5. هذا الخط رح يضل ساحب معي لحد النقطة هاي. هلا هون في عندي بارابولا، البارابولا هاي المعامل تبعها أنا عارفه 1، سي لازم يكون ماينس 1، فلازم تكون شكل البارابولا أو معادلة البارابولا واي ماينس واي نوت، النقطة اللي بمر فيها هون هي عبارة عن 25 و24، مضبوط؟ 25 لأنه الزمن 25 وفي ماكس 24، إذا هاي النقطة اللي بمر فيها بتصير عندي إذا الآن واي ماينس 24 بتساوي 1 ماينس 1 في اكس ماينس 25 تربيع، فبتصير عندي هاي هلا محل اكس راح أحط تي بعدين راح أنقل ال 24 على الجهة الثانية بصير عندي ماينس تي ماينس 25 تربيع زائد 24، مظبوط؟ 24 لا بدك تنتبه التي هون لانها هاي 24 هاي 25 عندك هاي 23 1 1 بتصير 25 واللي فوق 24، فبتصير عندي هاي المعادله. لو تقدر تبسطها انا مش رح يعني مش رح اضيع وقت كثير ابسطها، بس بتبسطها بتصير بدلاله ماينس تي سكوير الكل فاهم هاي شو هي من وين اجت، بس بديش اضيع وقت ابسطها، فبتصير عندي هلا هاي ماينس تي ماينس 25 سكوير حط هون 24 اوكي. اذا هذا الجزء اللي هون وخليتها تكمل هاي لهون لان هي نفس البارابولا ما بتختلف، نفس البارابولا ما اختلفتش. هلا عندي هون صار خط نيجاتيف نازل نزول فالسلوب تبعه ماينس 1، فراح يكون عندي واي ماينس واي نوت واكس ماينس اكس نوت. واي ماينس بتساوي هذا السلوب تبعه ناقص 1 راح يكون هون اكس ماينس اكس نوت. هذا بمر مثلا احد النقاط اللي بمر فيها اللي هي هاي، هاي النقطة عبارة عن 26 23 مضبوط؟ هاي 26 وهي 23، فبتصير عندي هلا واي بتساوي ماينس تي محل اكس راح احط تي ماينس ماينس بتصير بلس 26 وزائد 23 زائد 23، فبصير عندي زائد 26 و23 بتصير عندي 49، فبصير عندي هون هلا هاي ماينس تي بلس 49. اخر جزء اللي هو راح يكون البارابولا هاي اللي موجوده هون اللي السي تبعها بلس وبتمر في النقطه اسهل نقطه ناخذها اللي هي 50 0 مش هيك؟ او الراس تبعها عفوا الراس تبعها 50 0، فبتصير هاي عباره عن
واحد ماينس زيرو تساوي بلس 1 x ماينس 50 تربيع. فبتصير هاي t ماينس 50 تربيع. خلينا نتأكد من الإجابات اللي حطيتها بشكل صحيح. عندنا نص تي سكوير تي ماينس نص، بعدين هاي هي التبسيط بتطلع هون 49 ماينس تي مظبوط 49، هون انا عندي 49 ونص غلطنا بشيء احنا هون. ايش كان الغلط؟ النقطة 49 ونص و 49 ونص لأنه نزلنا نص، تمام مظبوط، إذا هاي 49 ونص كان في غلط بالنقطة اللي أخذناها هناك. وبعدين عندي آخر شيء المفروض يكون نص تي ماينس 50 تربيع. النص من وين اجت النص معنا؟ صح مضبوط، هذه مضروبة في النص لأنه كمان هون احنا ضربنا في النص، بس اللي فوق صحيح لأنه البارابولا هاي مضروبة في النص، كل البارابولا هذول مضروبين في النص، هذا الغلط اللي عندي. هاي البارابولا مضروبة في النص، فالمفروض هاي كمان تكون مضروبة في النص وهاي مضروبة في النص. من وين اجت النص؟ لأنه لما كملنا a of t أعطتني half t square، فالبارابولا الشكل تبعها يا اما بلس يا اما ماينس 0.5 مطلوبة فيها. في نص كانت ناقصة من هون، هي ظبطتها هون ضفتها. هاي 49 هاي هون 0.5 وهاي 0.5 وهاي 0.5، اوكي؟ وهاي هيك هلا بنقدر نستخدمها، ندخلها على السيستم ونبرمجها.